Vous allez bien, quand on teste bien comme il faut. Alors, je m'excuse pour le retard à faire fait tatalt. Mais bon, radin bdaou daba. Ansnakoum rit s'il vous plaît. Donc, on se partage au ma ashabkoum. À faire fait tatalt, vraiment, je m'excuse. À faire fait tatalt. Alors, ansnakoum ala ma tkonekta باش اننا نبداو على بركه الله سيل فو بلي بارطاجيوه مع اصحابكم وقولوا لي واش ديجا كيبان لكم لو لايف او لا لا يلا قولوا لي واش واضح عندكم لو لايف بونسوار اكرام دونك قولوا لي عفاكم واش كي واحد واضح لكم لو لايف باش انني نبداو على بركه الله تعطلت عليكم 21 دقيقه عارفه وسمحوا لي يلا نتسناكم تكونيكتاو كاملين سالو سالو السلام عليكم يلا لايف للتحضير قولوا عفاكم واش باين الا كان باين كتبوا لي واحد ما واضحش الصوره كتبوا لي زيرو واش واضحه الصوره او لا ما واضحاش يلا باش غادي نبدا على بركة الله دونك زيرو رجعوا الله ليكريتور ني با كلير ميرسي لاله مريم واضحه سي بون غادي نبداو على بركة الله دونك سيل فو بلي لي فشي جروب يبارطاجيه ولي ديجا عنده شي حاجه يبارطاجيها حيت غادي نبدا بالمعقول يلا نو ما واضحاش بوركوا نو سافوا حيت ديجا ما عرفتش كيفاش كيخدم واش ما كيخدمش الفلاش ها نتوما باغ اكزومبل نوريكم كيفاش كيتكتب وقولوا لي باتلا غادي نكتب لي سويت هكا قولوا لي واش واضحه ولا ما واضحاش ها نتوما ما واضحش اصبر نقلب لكم ال 3G لا ما يكونش مسجل هكا جو بونس حسن ياكو هكذا حسن سيل فو بلي هكا حسن يلا اللي شاف دابا يقول لي واش هكا حسن الا كان هكا حسن غادي ندير الفلاش ها نتوما كندير غير الفلاش وكيبان سي بون واش هكا حسن الا كان هكا مزيان غادي ندير لكم هاد الطريقه هادي وي اوكي انا ندير لكم الفلاش اصبروا باش نجيب غير شارجور و نبداو على بركه الله اوكي دونك الا كان غير المشكل غير في الشارجور حنا نجيبو الشارجور ما عندناش المشكل صافي هكا احسن تري تري بيان دونك هنبداو على بركه الله وهنقراو هذا النهار اللي هنبداو هذا النهار بلي سويت المتتاليات لي سويت كيتحطوا بزاف وطريقه الخدمه ديالتهم كتختلف من بلاصه لبلاصه ومن حاجه لحاجه لي سويت زوين بزاف في الخدمه ديالتهم سهلين كاين بزاف لي زاستوس طريقه الخدمه كتشابه اللي خصنا نجمعوا فيهم النقاط
اول حاجه كنركز عليها في لا بريباراسيون دي كونكور هما المتتاليات لي سويت. كنركز على الدومين دو ديفينيسيون المجموعات التعريف, كنركز على الديريفي, كنركز على لي زيكواسيون لي زينيكواسيون المتتاليات والمتراج بلوتو المعادلات والمتراجعات. هادو كيكونوا عندي بحال لا باز, هادوك هما اساسيات اللي خاصني نبدا بهم. الا ضبط ليا التلميذ المتتاليات اللي هما لي سويت, الا ضبط ليا الدومين ديفينيسيون ديال كلشي, الا ضبط ليا الديريفي الشقاق, الا ضبط ليا المعادلات لي زيكواسيون ولي زينيكواسيون المتراجعات, الا ضبط ليا هادو عاد كنقدر ندوز معاه لي فونكسيون, ندوز معاه لي زانتيغرال, ندوز معاه لي نومبر كومبلكس العدد العقديه, وندوز معاه لكلشي. مي في الاول خاصني نضبط معاه هادشي. هادشي علاش؟ اول حاجه غادي نديروها دابا هي اننا نديرو واحد الريفيزيون صغيره زوينه اللي سويت, هي الاولى كباز غادي نحطها لكم الدقه الاولى, اي بوي هندخلوا لي ديتاي وهنتعرفوا على المتتاليات. ولا قدرني الله حيت خصني نسالي مع ال11 بيل حيت عندي لايف في الجروب في اي بي. مي بون ما يمكنليش, كنعتذر وانما لو لايف ما غاديش يتسجل, كنعتذر منكم وانما لو لايف ما غاديش يتسجل. اللي ما حضر ليش فكنعتذر منه, لي لايف ما غاديش يتسجلوا صافي. كنعتذر منكم وانما ما هنسجل حتى شي لايف. اللي غادي يحضر غادي يحضر, اللي ما غاديش يحضر فانا كنعتذر منك من صميم قلبي وسمحي لي. يلا هنبداو على بركه الله بلي سويت المتتاليات, وهنقولوا بانه عندنا نوعين من المتتاليات. نحيد هذه الورقه حيت ما عجبتنيش, رولنا فيها بزاف الدقه الاولى. مابا غنحطو قدامنا لي سويت, وهنقول لك سيدي بانه كتعرف بان عندنا نوعين من المتتاليات. عندي متتاليات حسابيه دي سويت اريثميتيك, وعندي دي سويت جيومتريك هندسيه. لا سويت اريثميتيك الا بغيت نعرف واش هادي سويت اريثميتيك اولا لا, شنو كندير؟ ضروري كندير او ان بلس 1 موا يو ان كتساوي لي واحد العدد اللي هو الار صافي. هاد تري بيان جينتون كيكيوز قالت لي اريثميتيك وجيومتريك تري بيان. دونك هذا كنقول له هو لا غيزون الاساس, كنقول بانه او ان بلس 1 تيكالا او ان بلس ار, هذه هي الكتابه العامه ديالي. كنقول ايضا بانه الاو ان تيكالا او بي بلس ان موان بي في الار. قلنا هذا هو باش كنبداو, هذا هو الاساس. دونك اجي نقول لكم مثلا لقيت عندي مثلا هاد الان هادي ماشي ضروري تكون ديما ان, شوفوا معي هاد الان هي باش ساليت, هاد الان هي باش مثلا كانت هنا او 5 باش عوضت هاد الان بخمسة, دونك هنا خصها تعوض هي بالخمسة. او 7 دونك هاد الان باش عوضتها بسبعة, دونك هنا خص يكون 7. ماشي تحفظوها لي على اساس انها ان, الله يخليكم ما تحفظوها ليش على انها ان الا صافي. زيد قلنا بان او ان بلس 1 تيكالا او ان بلس ار صافي, هذا الشكل اللي كنكتبو بها كنكتبها على هذا الشكل. زيد نمشي لا سوم مثلا او بي بلس او بي بلس 1 بلس او بي بلس 2 جوسكا او ان. لا سوم ديالي فاش كتكون عندي سويت اريثميتيك متتاليه حسابيه شنو كندير؟ تري بيان كنشد هذا الاول, ها نتوما هذا شنو ما كان عندي مكتوب في الاول, راه شنو ما بغاو يكتبوا لي في الاول, كتبوا لي 1 او 0 او 1 او 2 او 100 شنو ما بغى يكتب لي هنا كنبدا به. سيلفو بلي ما تولفوليش بحال التلامذ كيكتبوا لي هنا او 0, يا اما لقى او 0 ولا او 1 كيقول لك هذاك هو لو برومي تيغ, راه شنو ما بغى يسمي لك لو برومي تيغ مخودو كيف ما هو, ماش غالكش حتى باقي. دونك هذا باش كنبدا كنحطو قدامي, وباش كنسالي كنحطو قدامي. هنا باش ما بغى يسالي ليا او ان او ان بلس 1 او ان بلس 2 ان موانز او ان موان 2 3 8 باش ما بغى يسالي. دونك هنا كنجي في لاريثميتيك الحسابيه كنشد هذا باش بدا لي, باش ما بغى يبدا لي كنحطو, كنزيد عليه باش ما سالا لي كيف ما كان العدد, وكنقسمو على جوج وكندير له ان فوا ان موان بي بلس 1.
شنو هي n موان p بلس 1؟ واش هنا ديما كتكون n؟ نو، باش ما ساليت. فين ساليت مدام لميا؟ هنا. شوف معي فين ما ساليت؟ هنا. كانت هادي n، علاش انت تكتبي لي كومونتير؟ واش كيديرونجيوكم لي كومونتير ولا جي با كومبري؟ حيت انا راه ما كنعرفش انستغرام، باش نقول لكم انستغرام تعلمت له في لي لايف، واول لايف كان عندي في انستغرام هو لو لايف ديال التوجيه دي مع السيد فلانسا. ابار سا ما كنعرفش انستغرام ولا لايف. طلعت فيه دو فوا بوحديتي، ولكن لا بروميير فوا طلعت فيه كان ما كنعرفش مزيان. دونك انا ما عارفاش كي كيديروا ديزاكتيفي هادشي. تو لي فيلتري لي كومونتير، كومونتير افيك دي باج ابوني، جي با كومبري كان ندير هادشي ديزاكتيفي. اه هي طلعت لي ديزاكتيفي لي كومونتير. اوكي هنا ديزاكتيفيت لي كومونتير سي بون. دوماج ما نشوف لي كومونتير ديالكم، مي حيت قلتوا لي كيغطيو اول مره نعرفها. ميرسي بوكو بور لانفو. يلا نكملوا دابا. جو ميكسكوز الا ما شفتش لي كومونتير ديال شي واحد حيت راه ديزاكتيفيتهم. يلا شوف معي هاد الان شنو قلنا. هاد الان ماشي هي ديما كتكون ان. مثلا كنسالي ليا هنا فاطمه سالي ب ان، سالي ليا ب ان بلس 1. دونك هنا هاد الان باش نعوضها هنعوضها ب ان بلس 1، ما كتبقاش ان. مثلا هذه كانت او 100 هنعوض الان باش ب 100. مثلا كانت او ان موان 2 هنعوض هاد الان باش ب او ان ب ان موان 2. سيلفو بلي ما تحفظوهاش على اساس انها ان صافي. دونك هادي بالنسبه لاريتميتيك المتتاليه الحسابيه. قلنا الشكل ديالها باش نعرفوها كندير او ان بلس ا مو او انتيغال ا ار. الار هو الاساس سي لا ريزون. كنكتب على شكل او ان بلس انتيغال او ان بلس ار. قلنا بانه في المجموع كنشد هذاك باش بدينا كيف ما بغى يكون العدد كنحطو، وهذاك اللي العدد باش كنساليو كيف ما بغى يكون العدد كنحطو، كنقسمهم على جوج وكنضربهم في ان موان بي بلس 1. واش هادي ديما كتكون ان؟ لا. قلنا بانه باش ما ساليت هنا هو هذا. كانت عندي هنا ان بلس 1 ان بلس 1 ان بلس 2 ان بلس 2 ان موان 1 ان موان 1. هادي ما كتكونش دائما ان فقط لا. ندوز دابا للمستليه الهندسيه لا سويت جيومتريك باش ندوز لداكشي اللي نحتاج في لي كونكور ديالي. شوف معي في لا سويت جيومتريك في المتتاليه الهندسيه. المتتاليه الهندسيه سيدي شنو كطلب مني؟ بكل بساطه كنقول بانه او ان بلس 1 سور او ان تيغالا كو. كو هي لا ريزون الاساس ديالي، لا ريزون الاساس صافي. قلنا او ان بلس 1 تيغالا او ان فوا كو. دونك الى بغيت الشكل ديال او ان اش كتساوي ليا سيدي؟ او ان تيغالا او بي فوا كو على بيسانس ان موان بي. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. علاش؟ شنو قلنا هادي؟ قلنا بانه الاو بي، الاو بي شنو هو؟ سي لو بروميي تيرم، الحد الاول. سي لو بروميي تيرم، الحد الاول في كو على بيسانس ان موان بي. متفقين على هذا الشيء؟ ندوز لا سام. شوف معي او بي بلس او بي بلس 1 بلس او بي بلس 2 جوسكا او ان. لمسه بريبا سي ما شين يوتيوب، سي لمسه بريبا تلقى فيها بزاف لي فيديو. دونك هنا المجموع ديالي لا سام شنو كنقول؟ كنكتب ام موان كو على ام موان كو. تبع غير معي صافي. ام موان كو على ام موان كو. هنا كنضرب في الحد الاول اللي هو الفي بي او الاو بي ولا شنو ما بغى يكون عندي. هذا لو بروميير تاع هنا. فبلاصه فاش كنكتب ام موان كو على ام موان كو كنجي هنا وكنكتب ان موان بي بلس 1. ان موان بي بلس 1 كتكون هذه هي لا سوم ديالي بكل بساطه. دونك سيل فو بلي بغيتنا نرجع لي كومونتير نشوفكم واش فهمتوا هادشي، حيت غير ريفيزيون هكا. اي بوي غادي نرجع لي كومونتير. دونك انا رجعت لي كومونتير باش نقول غير واش فهمتوا واش باين الصوت واش واضحه الصوره واش كلشي مفهوم، باش ندخل لداكشي اللي كيتحتاج في لي كونكور. دونك هادي غير مراجعه على لي سويت. عندنا جوج الانواع ديال لي سويت، جوج الانواع ديال المستليات،
عندي سويت اريثمتيك وسويت جيومتريك، متسليه حسابيه ومتسليه هندسيه. كنعرف الحسابيه كيفاش كتكتب كيفاش كنجمع لا سام، كنعرف الهندسيه كيفاش كتكتب كيفاش كتجمع لا سام. هادشي اللي نتمنى. وي قالوا لي سي كلير، وي دعاء، وي سيلي، وي مفهوم فاطمه الزهراء سكينه، مفهوم تري بيان، برافو. دونك برافو. باش ندوزو شنو كيتحط لنا، شنو غادي نحتاجو في شنو نحتاجو في بريباراسيون الكونكور ديالنا، وشنو عندنا اكسيتيرا. داكوغ. بون باش نشوف في الاغلبيه واش وي 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 مفهوم. باش غادي ندخل لي زيكسيرفيس سي كلير. باش حيدوا لي كومونتير الدراري وركوا على ايكرون دو فوا. سي با غراف، انا غنديزاكتيفيهم دونك كي ديرونجيوهم انا غنديزاكتيفيهم. يلا شوف معايا، يلا شوفوا معايا. هندوزو دابا لواحد لا سويت اللي كتهبط باش نهضروا على لي ليميت. شوفوا معايا فاش كيقول لك اسيدي حسب ليا واحد لا ليميت ديال واحد لا سويت. كالكولي لا ليميت دو سويت، شنو هو الحاجه اللي كنكتبها؟ نبغيكم تكتبوا لي شنو هي الحاجه اللي كنفكروا فاش كيقول لك اسيدي احسب نهايه المتتاليه. كالكولي لا ليميت دو لا سويت اكس مثلا. ها نتوما هذه مثلا لا سيري ديالي، ها هي مثلا اول حاجه كنعطيها هي هذه في لا بروميير سيري، هذه لا سيري نيميرو 1. دونك كنعطيهم شنو هي المتتاليه او لا ليميت دو لا سويت. ما غاديش نخليه مسجل. دونك عافاكم، شنو هي اول حاجه كطيح في بالكم اون فوا كنقولوا حسب نهايه المتتاليه؟ كالكولي لا ليميت دو لا سويت اكس ولا او ان، مصادق التقارب. اها يلا كنقاد غير فيكساتور، غير كنقاد الفيكساتور ما كندير حتى شي حاجه، غير نقادو باش تبان ليماج واضحه كامله. سي تو او ان اون فونكسيون دو ان. اها بحال هاد الشكل مثلا، هاد الشكل اللي عطيك او 0 اي او ان بلس 1، هذه راه السيري ديالتي الاولى اللي كنعطي. اف دو ال تيغال ا ال، ريزودر ليكواسيون لا مونوتوني او ان اون فونكسيون دو ان، حل المعادله اف دو اكس تيغال ا اكس. نرجعوا على شكل سام دون سويت جيومتريك، ما عرفها لا جيومتريك لا اريثمتيك، لا كونفيرجونس. اها لي ليميت، لي ليميت دي سويت اوزويل. باش علاش لي ليميت؟ ما فهمتش. واش يبقى اونجستري؟ نو ما غاديش يبقى اونجستري. الرتابه لا مونوتوني لي كريتير دو كونفيرجونس. اوكي المعادله. اها نكتبوا لا سويت اون فونكسيون دو ان قبل ما نعرفوا لا ناتور دو لا سويت. اها الحد العام، لونكادغومون باش تدير لونكادغومون، كونفيرجنت ميثود دو كومباريزون باش دير ميثود دو كومباريزون. هنا كنشوف لا ريزون، ما عندو لا حتى شي حاجه، ما عرفها واش جيومتريك لا اريثمتيك. كنعتذر ما يمكنليش نخليه مسجل، ما نعاودش نقولها، كنسمحوا لي ما يمكنليش نحطهم في عندي. جوندارم باش ديري جوندارم هنا، واش غير كتقولوا لي جاكم في بالكم شباب؟ دومين ديفينيسيون فاش يصلح لي دومين ديفينيسيون. اف دو ال تيغال ا ال سم كاسيرو نو لو تيوريم دو جوندارم، فاش يصلح لك لو تيوريم دو جوندارم هنا؟ كتعرفوا شنو هو تيوريم دو جوندارم؟ اون بوز او ان بلس ان تيغال اف دو اكس. اوكي هنديزاكتيفي لي كومونتير باش نشرح. سي بون هنكتفي لحد هذا القدر، هنكتفي لحد هذا القدر. يلا انا ديزاكتيفيت لي كومونتير، هنكتفي لحد هذا القدر باش نشرح لكم هاد القضيه. سيلفو بلي انا بقيتو كتقولوا لي تيغم جوندارم كل واحد شنو كيقول، راه لا 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 غير بشويه عليكم، ما كاينش هاد الشيء كاع. تيغم جوندارم ما كيتحتاجش في هاد الشيء، شوف معايا وغيب العقل وغيب شويه عليكم. ها نتوما نولي نكتبوا سميتنا هنا، داكوغ نولي نكتب سميتي هنا باش نشرح. دونك هادي لا شين يوتيوب ديالنا سي لمسه بريبا. الو شويه علينا نعرفوا شنو كنديروا. شوف معايا اون فوا كيعطيوكم واحد الاو ان بلس 1 كتساوي لي شي حاجه اون فونكسيون ديال الاو ان، راه فين ما لقيت اون ان بلس 1 وفين ما لقيت الاو ان كنعوضهم بال، عوضهم بالال ولا بالاكس اللي بغيت. نشوف انت باش مولف كتخدم.
يا بالاكس يا بالال يا باش ما بغيتش انا كنخدمهم بالال نتوما خدمهم بالاكس خدمهم بالايغريك سميهم لامسا ديك اللي بغيتي المهم فين ما لقيتي لي الاو ان بلس 1 والاو ان كتعوضهم لي بالال وكتخرج ليا لا ليميت ديالك عافاكم حنايا هنايا في او ان و او ان بلس 1 حنا فينا انصامبل ان يعني لا ليميت امبوسيبل تكون نيجاتيف صافي شوف معي هنا الى جيت عطيتكم هاد ليكزيرسيس قلت لكم اسيدي نعتبر المثلثين العاديه المعرفه كما يلي ان كونسيدير لا سويت نيميريك ديفيني بار وعطيت هاد لا سويت هادي اللي هي او 0 نجي نكتبها قدامي هنا ها نتوما غير بشويه علينا او 0 تيغالا 1 اي شنو عطيت واحد اخر عطيت ال او ان بلس 1 تيغالا كوا او ان بلس 1 تيغالا 1 سور 2 او ان بلس 1 سور او ان صافي زيد قال لك ليميت طون كو ان طون فيغ بلس لانفيني عافاكم مي حتى شي يجي يقول لي ليميت طون كو ان طون فيغ بلس لانفيني باش نعرفها بانها ان طون فيغ بلس لانفيني راه ما يكتبليش هنا ويقول لي ليميت دو او ان هنعرف ان طون فيغ بلس لانفيني فلي لي سويت اتفقنا قال لك اشنا هي شنو قالت لنا بروف لامسا قالت لنا فين ما شفت الاو ان بلس 1 والاو ان نعوضها بال فين ما شفت الاو ان بلس 1 والاو ان نعوضها بال دونك هنايا ها نجي بغيت نكتب بشكل عادي دونك هادي نعوضها باش بال تيغال 1 سور 2 هادي باش نعوضها برافو بال بلس 1 سور ال برافو هنحل المعادله بشكل عادي يعني هذا قسمه باش هيمشي هيمشي ضرب 2l تيغال l بلس 1 سور ال صافي دونك هي 2l تيغال هنا نوحد المقامات المقام الواحد هو ال هذه شنو غتولي لي غنضربها في الفوق والتحت فاش يعني هذه سور 1 غنضربها فاش في ال وغنضرب هنا في ال غتجيني ال فوا ال سي ال كاري بلس 1 هادي قسمه باش غادي يمشي قسمه غادي يولي ضرب دونك 2l فوا ال سي 2l كاري ها نتوما مع ال فوا ال سي ال او كاري صافي هادي بالنسبه لي مازال الناس اللي كيغلطوا تيغال ال او كاري بلس 1 2l هادي او كاري هادي بلس باش تمشي لهي بالموا بالناقص ناقص ال او كاري هادي زائد باش تمشي لهي بالناقص موان 1 تيغال 0 2l كاري اتان كتب هنا نمسا 2l كاري موان l كاري شحال كتعطيني هي l او كاري تيغال هاد الموات ولي بلس 1 شوف معاي هادي شحال كتعطيني بزاف اللي كيجي كيقول لي بانه ال l تيغال 1 مادام سالينا نو 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 وهنا نحل القوس الجوج الحاجات مهمين بزاف اما هما شوف معاي f او كاري دونك هنجي غادي نحط هنايا بلوتو باردون هنجي نحط هنايا قدامي سميه ها هي شوف معايا f او كاري تيغالا ا كتعني بانه ال f تيغالا ا اي f تيغال بلوتو f تيغالا غاسين دو ا او لا اف تيغالا ناقص غاسين دو ا موان غاسين دو ا الله يخليكم فاش تحيد لي الاوكاري من هنا عرف بانه وحده يكون فيها الغاسين بوزيتيف وحده يكون فيها موان لا غاسين الله يخليكم عقلوا على هذا الشيء راه ما نبغيش غلط بحال هذا راه وحده غادي يكون فيها الغاسين دو ا وحده يكون فيها موان غاسين دو ا دونك ال اوكاري تيغالا 1 هتعطيني يا اما ال ال تيغالا غاسين دو 1 او ال ال تيغالا موان غاسين دو 1 وغاسين دو 1 هو 1 وموان غاسين دو 1 هو موان 1 صافي هنا طونك انا هادي غادي تكون بوزيتيف وديجا ال او 0 كتبدا ليا بواحد دونك هاجي واش غناخذ موان 1 واخا عندي في لي ريبونس نو ما تخرجش موان 1 نيجاتيف شنو عندي 1 دونك واش موان 1 نو واش بلس لانفيني نو واش ان دومي نو واش نيكزيست با لا توجد نو دونك لا بون ريبونس غتكون سي لا ريبونس دي متفقين نرجع لي كومونتير باش نشوف شنو كيقولوا يلا قولوا لي واش متفقين باش ندوز لحاجه واحده اخرى
C'est bon. Désactivez les commentaires d'abord. باش نكمل الخدمة ديالي. شوفوا معايا لي سويت ديالي اون جينيرال كيتكتبوا على هذا الشكل اللي وريتكم في الاول. او نيجاتيف او بوزيتيف وداكشي كامل. خصني نرجع لواحد القاعده اللي كنحتاجها ديما في لي كونكور وما نحتاجش نديمونطري عليها اشاك فوا اللي خاصكم تكونوا عارفينها وما نبقاش نديمونطري عليها اشاك فوا. دونك هنا نكتبوا لامسا بريبا ياكو ونهضروا على هذه اللي انا محتاجه. شنو انا محتاج؟ محتاج واحد العلاقه كتقول لي بانه 1 بلس كو بلس كو كاري جوسكا كو على بيسانس ان. هانتوما مثلا هنا 1 زائد 1 على 10 زائد 1 على 10 او كاري زائد 1 على 10 اس 3 حتى ال 1 على 10 على بيسانس ان. المهم كتكون عندي واحد زائد هادشي اللي نعطيكم دابا كتطبق على واحد زائد خاص يكون عندي هنايا الواحد وهذا الكو كتعاود يعني هادي ها هي هي النيت هادي هي النيت هادي منين من لا بيسونس 1 من لا بيسونس 0 1 2 3 حتى الان ضروري ومؤكد يكون عندي واحد والان صافي. دونك شنو كتعطيني هادي؟ كتعطيني ام موان كو على بيسونس ان موان بي على بيسونس ان بلس 1 سور ام موان كو. حفظوها كقاعده تعطى لكم. الى لقيت هذا الشكل وكاين الواحد هنا وهذه باش كتسالي كنخدمها بهذه الطريقه اللي عندي انا هنا صافي. نقدر نعطيكم ليكزامبل ديال لو كونكور اللي كنعطى نعطيه لكم. دونك جي نعطيكم او ان تيغال شوف معي او ان تيغال 0.111111. شوف معي هادشي بكل بساطه كي كتخدم. كنقول بانه دائما فاش كتعطيني واحد لا سويت على هاد الشكل كنحط الحد الاول الحد الثاني الحد الثالث باش نعرف هاد لا سويت هادي اللي عندي هاد المتتاليه اللي عندي انا كيفاش كتكتب. شوف معي الا قلت لكم او واحد شنو هي؟ هي اول عدد من بعد الفاصله. شنو هو اول عدد من الفاصله؟ 0.1 هذه هي او واحد. او جوج هي جوج الاعداد مور الفاصله ستيغ ها العدد الاول العدد الثاني دونك هذه هي او جوج. دونك او دو سي 0.11. او 3 هي ثلاثه الاعداد مور الفاصله برافو ها هي سي 0.111. حتى الاو ان اللي هي هذه كلها 0.111111 جوسكا 1 1 1. اوكي هاد او واحد كتكتب على 10 اس ناقص 1. هاد او جوج ماشي هي 0.1 زائد 0.01 كاينه ولا ما كايناش؟ اجي نكتبوها في الجنب 0.1 زيد عليها 0.01 ها نتوما ديروا الزائد 1 1 0 وهي 0.11. شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ وي زيد او 3 شنو هي؟ ماشي هي 0.1 زائد 0.01 زائد 0.001. كي درتي لها ها نتوما نحط هذه 0.001 نجيب هذه 0.01 نجيب هذه 0.1 ها نتوما 1 1 1 0. هاي حتى لهادش صافي. كنلاحظ بانه هذه كتكتب على شكل 0.1 هي 10 اس ناقص 1 زائد هذه 10 اس ناقص 2. هذه شنو هي؟ 10 اس ناقص 1 10 اس ناقص 2 10 اس ناقص 3 صافي. حتى لين حتى لهادي يا نشوفها كي هتكتب كنلاحظ بانه هنا 1 ناقص 1 2 كتوقف حد ناقص 2 3 كتوقف حد ناقص 3 دونك ان غتبقى غاديه بهذا الشكل حتى توصل ل 10 اس ناقص ان. ها نتوما هتولي لي هي 10 اس ناقص 1 زائد 10 اس ناقص 2 زائد 10 اس ناقص 3 زائد 10 اس ناقص 4 حتى لي برافو عليك حصل 10 اس ناقص ان. صافي متفقين حد هنا. دونك هادي كيفاش كنكتبوها؟ ا على بيسونس موان ان
c'est 1 sur a à la puissance n. كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه. دونك تجيني 1 على 10. ها انتم 10 اس ناقص 1 هي 1 على 10. 10 اس ناقص 2 هي 1 على 10 اس 2. متفقين ولا متفقينش؟ متفقين. زيد 10 اس ناقص 2 هي 1 على 10 او كاري. 10 اس ناقص 3 هو 1 على 10 اس 3. 10 اس ناقص 4 هو 1 على 10 اس ناقص 4. برافو حتالين. حتى ال 1 على 10 على بيسانس ان. كنعرف بان هذه النيت هي 1 على 10 لو تو او كاري. كاينه ولا ما كايناش؟ هي 1 على 10 زائد 1 على 10 لو تو كاري بلس 1 سور 10 على بيسانس 3 jusqu'à 1 sur 10 à la puissance n. اجي دابا واش يصلح لي هادي فاش كتفكرني فواحد القاعده كتقول لي هنا كنلاحظ بلي هذا هو هذا او كاري هو هذا اس 3 وهذا اس ان. كتفكرني بشي حاجه شي حاجه فيها هذا كيتعاود يعني هذا الا حطيتو غيتحط هو على شكل شي الكوري كانت قالت لنا وقيله عقلتو ها هو شوف q plus q carré plus q à puissance 3 plus q à puissance n شي حاجه كتفكرني في هذا هاد القاعده ولكن واش ناقصها شي حاجه شوف واش كيتشابهوا ايه الـ q هي موجوده ها الـ q الـ q carré موجوده الـ q à puissance 3 موجوده الـ q à puissance n موجوده شنو ما كاينش برافو عليك ما كاينش هاد الواحد شنو مطلوب مني دونك ما كاينش هاد الواحد صافي ما نطبقش القاعده نو من حقي نطبقها كيفاش ندير نجبدها وانا من حقي نطبقها وانت كتقولي لنا قبيله راه الا ما كانش الواحد ما كنخدموش وكيفاش دابا وليتي كتقيمكن لنا شوف معي يمكن لك انك تزيد وتنقص الا زدت هنا وحيحد وليت نقصت وحيحد هنا واش درت شي حاجه ها نتوما 1 ناقص 1 0 زدت شي حاجه انا من عندي ما زدت حتى شي حاجه دونك بحال اللي ما درت والو كيولي هذا الشكل عندي بحال الا كنعرفو سي حتى شايفه هذا الشكل هذا من 1 حتى ل 10 على بيسانس ان هذا الشكل هذا ها انتم ها هو والله الا فايته شايفه شنو هذا الشكل ديال ان بلس كو بلس كو كاري جوسكا كو على بيسانس ان ها هو هي ان موان Q, شحال Q 1 على 10 أس N plus 1 وصلت حد N سي N plus 1 سور 1 موان Q اللي هي 1 سور 10 وما ننساش هاد ناقص 1 اللي درت هنا ها هي دونك هذا غي هنا هذا هو هاد الشيء وما ننساش ناقص 1 هي 1 ناقص 1 على 10 على بيسانس N plus 1 سور هادي تجيني نوحد المقامات تجي نوحدو المقامات هنا اش واحد ناقص واحد على عشرة نوحد المقامات تجيني عشرة على عشرة ناقص واحد على عشرة سي نوف سور ديس تسعود على عشرة هنكتب هنا تسعود على عشرة ناقص واحد صافي اجي نهزو هادي ونكتبوها فوريق شوف معايا غير خليك معايا باش نكملو يلا شوف معايا ما تخلعش شي ساهل وباين عاد ندخلوا للمعقول ديال هاد الشيء راه مازال ما درت حتى شي حاجه الله يخليك راه مازال ما كتبت والو شوف معايا اصبروا نحط هادشي قدامي شي بقى قريب لي اوبس جو ميكسكوز سي بون يلا شوف معايا نولي نكتبوا لمسه هنا يلا شوف معي فين وصلت وصلت ل U N كتساوي لي واحد S N تيقال 1 sur 1 sur 10 à la puissance N plus 1 sur 9 sur 10 moins 1 ياك 9 sur 10 لقينا ياكو تري تري بيان يلا هادي كتطلع بالمقلوب إلا كانت هنا A sur B هتولي لي هنا B sur A في الضرب صافي دونك S N هي شنو هذه 9 على 10 هتولي عندي هي 10 على 9 فوا 1
moins 1 sur 10 à la puissance n plus 1 نشد القوس وهاد ناقص 1 ما خاصنيش ننساها عندك وتنساو ليا ناقص 1 هيا هنوقف حد هنا الى قالوا لي كتبوا لي الشكل هو هذا ويمكن لك تزيد تبسطو قال لك سيدي انا بغيت الليميت ديال هذا هاد الاف ان شنو هي فاش نشوف هاد الليميت ديال هاد الاف ان هنجي لهنا وهتبان لي واحد لا بيسونس ان بلس ان كي غادي نحسبها كنتفكر واحد الحاجه ديال كيو ليميت دو كيو على بيسونس ان قلنا فاش كنكونوا في لي سويت ما نحتاجش نقول لك بانه ان تنفير بلس لانفيني حشومه راه ما نحتاجش نقولها يلا زيد شنو ماليكا ديال الكيو اللي كيكونوا عندي على 100 ها هما الا كانت الكيو اي كومبري انتر موان زا اي 1 كيو تيغال 1 كيو كبر قطعا سوبر استكتمو ا زيرو او كيو انفيريور تيغال موان 1 اوبس ما كيبالكمش صافي ونكتبو هنايا اونكور اون فوا تلام جدي ما في الكوب اي بي قولي لا مدام نسيتي ما كتبتيش لا سا فري با يلا شوف معايا دونك هنايا الا كانت عندي الكيو كومبري انتر موان 20 اي 1 دونك لا ليميت ديالي دو كيو ا لا بيسونس ان كتساوي تيغال 0 الا كانت الكيو تيغال 1 دونك ليميت دو كيو ا لا بيسونس ان تيغال 1 الا كانت كبر كنقول بانه ليميت ديالي دو كيو ا لا بيسونس ان تيغال بلس لانفيني هذه عندك وتتحبكم 0 راه بلس لانفيني وإذا كانت صغر ليس لها نهاية ني أوكي ليميت دون بالأقل كنتفكر بأنه كيو حصر بين ناقص واحد وواحد كيو كتساوي ليا واحد كيو كبر من واحد وكيو صغر من ناقص واحد شوف معي ناقص واحد كنقول ما كيناش يا إما تساوي ليا ناقص واحد أو لا صغر من ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة ناقص أربعة ناقص خمسة ما كيناش هاد لا ليميت صافي كانت عندي كبر من واحد عرفوا غادية البلس لانفيني كانت كتساوي ليا واحد هذا الغالب الله واحد أس إن راه وحيحت وين كانت عندي محصور بين ناقص واحد وواحد كنقول ليميت تيغالا زيرو اتفقنا رجعنا لهادو واجي نرجع لليميت ديالي ونعرفها كيفاش كتخدم شوف معي هنا كنجي وكندير هادي واحد على عشرة à la puissance n plus 1. Je n'ai rien que à la puissance a plus b. Mais je n'ai rien que à la puissance a fois q à la puissance b. Qui n'a pas de neige? Qui n'a pas de neige? Il y a un domaine de la SS qui est un jumeau de l'os. Yalla zid, chouf m'aï. Hadi, je vais faire ça. Il y a 1 à la 10 à la puissance n fois 1 sur 10 à la puissance 1. Je vais faire ça. Nous sommes hadi. واحد على عشرة خاصني نفيري فيه واش هي بين ناقص واحد وواحد او لا كتساوي ليا الواحد او لا اكبر من واحد او لا صغر من او يساوي ناقص واحد شوف معاي هذه واحد على عشرة صفر فاصلة زيد صفر شحالية واحد زيرو سي زيرو فيرغول ان واش هنايا كبر من واحد صفر فاصلة واحد هاد مالي لقيت واش كبر من الواحد باش نقول بان ليميت بلس لانفيني نو واش صغير من ناقص واحد نو واش كتساوي ليا واحد نو دونك غتكون محصور بين ناقص واحد وواحد كنقول بانه ان سور 10 اي كومبري انتر موان 1 اي 1 دونك ان سور 10 ا لا بيسونس ان ليميت ديالها كتساوي ليا 0 الا كانت هادي 0 فوا ان سور 10 هي 0 كلها دونك ان سور 10 ا لا بيسونس ان بلس 1 تيغالا 0 نرجع لهنا دونك 1 سور 10 ا لا بيسونس ان بلس 1 تعطيني 0 اردا هيبقى ليا 1 ناقص 0 سي 1 1 في 10 على 9 هو 10 على 9 غتبقى ليا هنايا ناقص 1 هتجيني 10 على 9 ناقص 1 هي 1 على 9 وغادي يكون لا ليميت دو اس ان تيغالا 1 سور 9 واش مفهومه لحد الان انا نرجع لي كومونتير سي بون يلا هنعطيكم هاد ليكزيرسيس هذا باش انكم تخرجوها دونك دابا في هاد لايف شنو تعرفنا على اننا كيفاش نهضر على سويت جيومتريك كيفاش نهضر على سويت اريثميتيك كيفاش كتكتب لا سويت جيومتريك ولا اريثميتيك كيفاش نصوبوا لا ليميت طون كو ان طون فير بلس لانفيني قلنا فين ما نلقى
UN plus 1 ou l'UN كنعوضها بL ou كنخرج المعادلة كناخد البوزيتيف قلنا بأننا نحضيو من هاد الجوج F au carré égal à A كنقول بأنه F égal à racine de A ou F égal à moins racine de A كنقول بأنه هنا إذا بغيت نخرج شي حاجة بحال هاد الشكل U0 شنو كندير كنهو يلسفي أنني نفرقها U1 و U2 etc وكنخرجها بشكل بسيط هانتوما كنخرج U1 U2 U3 jusqu'à UN وكنصوبها بشكل بسيط رجعنا كيفاش كنحسبو هادشي يعني رجعنا كيف كنديرو A à la puissance moins N c'est 1 sur A à la puissance N رجعنا هاد لي كيو لي ليميت ديالهم وكيفاش كنخدموهم دونك خدمنا هاد ليكزيرسيس هذا غنعطيكم تمرين تصوبوه لي في ليميت ديال اس ان هتقلبوا لي هاد فوا سي الاس ان تيغال 2.999999 هذا التمرين غادي نخدموه في اللايف الجاي ان شاء الله اللي نبغيكم انكم تسكرينيوه ايوا تصوبوه لي باش تجيبوه واجد لا سيونس بروشين اي بوركوا با صيفطوا ليا لا كوريكسيون في لا باج انستغرام ديالنا اللي هي لمسه بريبا هذه لا باج انستغرام ديالنا اللي سيلفو بلي صيفطوا لي فيها لا كوريكسيون ديالكم ديروا لي سكرين ديال هاد اللايف اي صيفطوا ليا لا كوريكسيون ديال هذا كيفاش حاولتوا معاه باش نديروه في لو لايف الجاي نبغي عافاكم نشوف لي كومونتير لي رياكسيون ديالكم على بديت هاد لو لايف كي جاكم هاد لو لايف واش تبغيونا نديروا بحال هاد لي لايف باش نعرف واش نكمل في هاد لا سيري دي لايف اولا لا دونك نشوف لي كومونتير ديالكم والله يسر لكم الامور نشوف لي كومونتير ديالكم هما الاولين نشوف الفيدباك ديالكم كيفاش داير باش نعرف واش تبغيو هاد لو جونغ دي لايف ويكون طول كتر اولا لا لا بروشين فوا يلا وي هادو جايين دي كونكور دو ميديسين توب ما كرهتش نشوف سكرينات ديالكم في دي ستوري ونحطهم عندي في انستغرام سكرينات لو لايف ونحطهم عندي في انستغرام باش نشوف الفيدباك ديالكم كيفاش داير ريسبير بيان انه يكون عجبكم لو لايف ونتلاقاو في اللايف الجاي يكون طول بغيتو لايف طول من هذا نبغي نشوف بزاف لي رياكسيون طاقيو صحابكم باش انه كلشي يستافد باش كلشي يتهدى لو لايف الا تسجل لي الى تسجل لي هتلقاوه في ماشين يوتيوب لمسه بريبا نحطو دابا الى تسجل دونك انا ما عارفاش حيت انستغرام مره كيتسجل مره ما كيتسجلش دونك الى تسجل هتلقاوه في ماشين يوتيوب لمسه بريبا هنحطو صافي تري بيان دونك ما كرهتش نلقى لي سكرين ديالكم لهاد لو لايف ونلقاه في سي ستوري مونسيونيوني ولا مونسيوني لا باج ديالي لمسه بريبا اي نحطهم عندي ونتلاقاو في اللايف الجاي ان شاء الله الله يستر لكم الامور بزويات كبار وليله سعيده وغدا ان شاء الله واي نوت المهم انا نشوف لي فيدباك ديالكم ولا ستوري ديالكم وداك الشيء او بوركوا با ندير لكم دي لايف شاك جور اي بوركوا با هذا نطولو في لو لايف وعلاش لا نقصرو للكامل علاش لا هذا ميديسين وي هذا ميديسين يلا الله يسر لكم الامور وليله سعيده بالنسبه للدراري الفي اي بي اللي عندي راه عندنا اللايف مع 11 يلا ليله سعيده تصبحوا على خير سلامه